بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. ان شاء الله النهارده هيكون عنوان حلقتنا ابني بيتك. وابني بيتك النهارده الحلقه هتكون موجهه لكل شباب، كل شاب بيبحث عن الزواج او بيبحث عن عروسه. بنقول له ان الزواج ده مسؤوليه كبيره جدا، وانت لازم تتأنى وتدقق، لان الزواج ده مش قصه حب هتفشل او تنجح، لا، الزواج ده ولا زوجين اتنين بس العلاقة بينهم هما الاتنين، لا، ده علاقة بين عيلتين وهينتج عنها أولاد. الأولاد دي هيسألوك في المستقبل عن اختياراتك، أنت الوحيد المسؤول عن اختياراتك. طب تعمل إيه؟ هو ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. مبدئياً عايز أقول لكم إن الأرقام إن شاء الله هتنزل على الشاشة لو حد عايز يستفسر أو عايز أي سؤال، وبفكركم برضو بسؤال المسابقة هيكون في آخر الحلقة، وإن شاء الله تبعتوا لي الإجابات كلها مجمعة في آخر الشهر. والجوائز هتكون عبارة عن دورات تدريبية وكرنيهات عضوية واستشارات مجانية ومقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. ودلوقتي لازم أرحب بالدكتورة جيهان حسين، استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيك. أهلا بيك. احنا النهاردة عايزين نعرف لما يكون شاب عايز يختار عروسة أو عايز يتجوز، خطواته إيه؟ يعمل إيه؟ طيب خليني بس اقول حاجه عشان ان شاء الله، يعني انا مرتبه ان انا كاني هديكوا كورس على الهواء. تمام. انا عاملاه وانا اول الكلام ده. انا بذاكر معاه الكورس ده، انا عاملاه اسمه هندسه بناء الاسره. هندسه بناء الاسره. تمام. لان انا مشبهه الموضوع كله ببناء البيت فعلا. وهنتكلم حته هندسيه شويه، المهندسين بقى يطلعوا لي دلوقتي. فالمفروض ان انا الشاب بيبتدي يبني بيت. النهارده هنقول ابني بيتك. باذن الله بكره ابني بيتك للبنت ان شاء الله. بعد بكره ابنه سوا. تمام. خلاص. تمام. يعني نشوف بقى خلاص كل واحد لوحده المفروض يختار ازاي. وبعدين بعد ما يتقابلوا بقى يبنوا البيت مع بعض ازاي. يتحدوا ان شاء الله. كويس كده. يعني دي الخطوات ان شاء الله اللي نمشي عليها باذن الله. حلو جدا. عرفنا كده عنوان حلقه بكره. فمحدش النهارده من البنات يكلمني خالص. النهارده عايزه اولاد بس. النهارده شباب بس. النهارده شباب بس. فاول حاجه احنا بنقول لاي حد عايز يبني بيت، بكلم جد يعني النهارده لو بفكر انا كراجل عايز اشتري بيت، بفكر في حاجات كتير جدا. رقم واحد انا بشوف امكانياتي، بشوف انا عايز ارض فين وتصلح للبناء. اكيد. يعني انا لازم افكر في كل الايه، الجوانب كلها، الجوانب كلها. تمام. علشان اشوف على ضوءها ابتدي اشوف انا هشتري فين وهبتدي اعمل ايه والبنى هيكلفني قد ايه، وانا عايزه اسس بيت هرمي له اساس لكام دور. صح؟ صحيح. عايزه يعيش بقى سنه ولا يعيش 50 سنه ولا يعيش 100 سنه. صحيح. دي حاجه بقى ايه راجعه لكل واحد. لو تلاحظي ان ده كلامنا كله عن المرايه، ان انا اقف قدام نفسي الاول واشوف انا عايز ايه. لازم. ما انا مش هينفع. ذاكرت شاطره. فانا مش هينفع ان انا انزل من بيتي وانا ماشي كده معدي لقيت ارض فاضيه بكام يلا هشتري، حتى لو معايا ملايين. لانه هبقى بشتري بدون هويه وممكن تطلع ارض زراعيه لا تصلح البناء اساسا. صحيح. فالقضيه هنا مش قضيه فلوس ولا قضيه مثلا ان انا قابلتني حاجه بالصدفه كده زي ما كتير بيحصل مع الشباب. أي. يعني أي. القضيه عندي ان انا حاطط في ذهني ان انا عايزه اتزوج. تمام. فرقم واحد بنقول له لماذا تتزوج؟ يعني بيقف في المرايه ويسال نفسه الاول انا هتجوز ليه؟ طيب اول حاجه كل الناس هتتفق عليها طبعا العفه. ده سبب رئيسي وهو قاعده. أكيد. الهرم في الزواج. اكيد. طيب انا يعني موضوع العفه ده ما فيهوش نقاش في انه رغبه اساسيه للطرفين في الزواج. تمام. ده بوجه عام. تمام. لكن لو هو ده الهدف الوحيد تبقى ما فيش بيت اساسا قائم. اكيد. يبقى الموضوع كانه بدل ما هو زنا هو افضل الحلال وقال لك انا هاخد المتعه الشخصيه بالحلال بدل ما اخدها بالحرام. ده لو هو ده هدفه الوحيد من الزواج. لكن هو هدف رئيسي. هدف رئيسي لان يعني ده اساس الزوجيه. تمام. لكن خلاص انا عارف ان انا عايزه اتزوج علشان اعف نفسي. بس انا لازم اتزوج حد انا هكمل معاه العمر كله. صح ولا صحيح؟ إيه؟ صحيح. مش زي دلوقتي تكاوي. زواج تكاوي. جواز مؤقت. ايوه. زواج تكاوي. لا ده تكاوي دي انا هعملها، بس دي بقى هنعملها بس الزواج الثاني لانه دول بيفكروا فيه. ايوه. نمره 2 دي بتبقى تكاوي. هنتكلم بقى الزوجه الثانيه قصد حضرتك. خلينا في الشباب. يعني انا بكلم دي الاول. طيب. تمام.
فانا الاول حاجه عندي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء، يعني وقايه. طيب كلمه استطاع يبقى هنا بنقول لابد ان الشاب يستطيع الزواج، يستطيع بدنيا وصحيا يعني، ويستطيع ماديا، لان هو اللي هيبقى المنفق والمسؤول وهو اللي هياسس البيت ده. فحته بقى الناس اللي تقعد تقول لك طب ما ايه يعني وردي ومشي الحال باي واحد جاي ما حلتوش بس وربنا هيكرم، احنا اتفقنا ان احنا مش هنبني على اوهام ومش هنبني على انه هيتغير ولا هيرزق. والرزق بيد الله في كل الاحوال، ممكن تاخديه غني وافتقر. ايوه بس في فرق بين انه اخدته غني وافتقر فانا مطالبه بما ان ربنا استحمل الظروف، لان ربنا لان ده امر الله. وفي فرق بين انا من البدايه بختاره بكامل ارادتي ظروفه غير ظروفي، وبالتالي انا مش هعرف اعيش صح يعني. يبقى هو لازم اول حاجه ان هو يشوف نفسه يستطيع ولا لا، ولا ما يستطعش. دي اساسيه. تمام. طيب خلاص بقى احنا قلنا الثوابت دي، ان هو محتاج الزواج وان هو يستطيع الزواج، سواء يستطيع ماديا وبدنيا وكل شيء. طيب يجي بقى عايز يفكر وعايز يختار، يبحث عن عروسه. برضو اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، تنكح المراه لاربعه، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، فاصفر بذات الدين تربت يديك. تمام. اذا ينفع اتجوز للمال؟ لا. ينفع؟ ينفع. هو هنا هو تنكح لكذا، يعني جائزة. يعني سبب رئيسي انها غنيه مثلا، عايز واحده غنيه تعيني. انا دخلي بسيط وانا مش هينفعني واحده فقيره، لانه او مثلا لسه كنت اقول لك يعني ماليه وحسابيه ونسبيه. هنفترض واحد بيتخرج مثلا يعني من كليه الطب وعايز يعني هو ما يقدرش يفتح عياده ولا يقدر يعمل كذا، بس هو عايز حد يعينه فيتزوجها غنية، تقدر تفتح مستشفى ويشتغلوا مع بعض، يساعدوا بعض، محامي بيتجوز احيانا. بس ما يبقاش ده السبب الرئيسي انها غنية يعني، بس بيكون نظرته وبحثه. خلي بالك من نقطة، احنا مش راجل. طريقة تفكير الراجل مختلفة. تفكيره عقلاني اكتر من انه عاطفي. في عاطفي، ما بقولكيش ان هو مش هيحب. ايوه. بس هو اوتوماتيك مش هيعجب غير باللي هو الهدف، اللي هو عايزه. ايوه. يعني يعني حتى لو عجبتني واحده كده وطلعت مثلا مجالها غير مجالي وانا مقرر اخد نفس المجال، ممكن ما ابصلهاش تاني. تمام. فهمتي قصدي؟ تمام. فهو بيحط لنفسه ثوابت معينه، لكن اقصد هل هو يجوز؟ يجوز طبعا. يعني لا يبطل الزواج ان يكون متزوجها علشان مالها او علشان جمالها او علشان اي حاجه، لا يبطل الزواج. لا يبطل الزواج. تمام. لا يبطل الزواج. لكن وانا بقول له مفيش مشكله، يا رب ترسمها كده وتقول انا عايز الصوره دي، انا ما عنديش مشكله برضو. يعني حدد اللي انت عايزه وخد اقرب حاجه للصوره اللي انت محتاجها، ما فيش مشكله. املى عينك عشان ما تبصش بعد الجواز. ايوه. يعني خدها زي ما انت عايز. هو ده اللي بنقوله، دقق في اختيارك وخدها بقى زي ما انت عايز. ارسم في خيالك انها جميله، بيضه طويله قصيره، مش عارف الكلام ده كله، حطه قدامك. تمام. لما هتبقى ماليه عينك ده هتعفك بجد. هيبقى ده العفاف الصحيح. لكن قبل كل ده في نقاط مهمه جدا. في اسباب مرفوضه للزواج، مرفوضه كده. ومش هتكلم فيها بس كرفض، هي مش بطلان عقد. انا بتكلم رفض لانه ده كاني بالظبط برمي اساس ضعيف، بدل ما بحط مسلح بحط رمله. بيقع. ممكن يقع. زي ايه بقى؟ زي مثلا واحد ما كانش في دماغه الزواج وفجاه والدته توفت وهو كان متدلع، وهي اللي بتخدمه، ما يعرفش يعمل حاجه لنفسه، ما يعرفش يغسل هدوم، ما يعرفش ياكل يشرب، فعلى طول يبحث عن خادمه، كانه كده بالظبط. دي كده خادمه من الزوجه. ما هي كده. أيوه. بيبحث عن ام بديله. هو مش خادمه بالظبط كده، هو عايزها ام بديله، يعني عايزها كمان تبقى في حنيه الام وتستحمله بقى لو هيزعق وده مستحيل يحصل. في بيبحث عن كده وده بيعاني والله من اول ليله زواج. يعني بيتصدم بالواقع، بيلاقي الواقع غير التخيلات اللي كان متخيلها. طبعا حاجات كتير. ايوه. تمام. طيب في حاجه تانية وتبقى خطيره جدا ومرفوضه تماما، اللي بيتجوزوا عشان بيت العيله، القرايب يقول لك الميراث مش هتاخده الا لما تتجوز بنت عمك او بنت خالك، اللي هم بعض جوازه مشروطه يعني. مشروطه. طبعا دي بتبقى خطيره جدا، وغالبا بيبقوا كارهين بعض من اول ليله وداخلين على الجواز عشان الميراث او عشان الفلوس. تقصدي بكلمه مرفوضه ان هي مش هتنجح؟ تقصدي كده. او بصي تاني، هنقول بقى تاني، اتفقنا ان احنا بندي قواعد دنيويه بمفهومنا البسيط، لكن احنا اتفقنا ان مع الله كل شيء ممكن يتغير.
يعني قوانين الكون كلها بتتغير اه لكن احنا بنقول بننصح انه ما ينفعش تتزوج المرأة او الرجل بالطريقة دي، علشان ده هيكون بنسبة عالية معرض لفشل الحياة الزوجية. تمام. لكن كون ان تنجح، ممكن تنجح، ممكن يحبوا بعد الزواج، ممكن يعني الامور تتغير، النفوس والقلوب القلوب بيد تتحول. الله، اه طبعا القلوب كلها بيد لكن الله. انا مش تمام. هدخل على احتمال، ايوه يعني هي دي المشكله. انا في يعني ثوابت امشي عليها، الاحتمالات دي اه لما تيجي مش واحده تقول لي بتاعتي. طب مش يمكن نحب يا ستي، يمكن، ما هو يمكن ويمكن، لا انا هبني بيت واجيب عيال علشان يمكن، صحيح. انا ما ينفعش ان انا اعمل ده. طيب تمام. يبقى دي معنى كلمه مرفوضه، يعني اوعى تعمل ده، تتجوز حد عشان حد. مع احترامي لكل الاباء والامهات، انا مش هرضي امي وتزوج واحد انا مش عايزاه، او واحد تزوج واحده مش عايزها، وفي الاخر انا اسفه يبقى متزوج وخاين. يعني هو مبدئيا يشوف هو عايز ايه بالظبط، وما لازم تبقاش الجوازه ارضاء لحد. لازم تمام. في طبعا اسباب بقى تانية كتير، زي الاسباب العمليه اللي انا كنت بقول لك عليها، ان هو عايزها دكتوره زيه، عايزها محاميه زيه، عايزها كذا. دي اسباب لو هي لوحدها صرف كده اللي هو عقل بس، برضو بتعرض للفشل. اه حتى لو استمرت ظاهريا. لكنها يعني ايه، يعني بتبقى العلاقه بينهم جافه يعني مش عمليه. شرط تكون نفس مجاله، بس ما يكون فيها مثلا مواصفات تانية لا انا هو اقصد ان هو عايزها. لو في دماغه لازم مجاله علشان تساعده في شغله، بيبقى نظرته عمليه قوي. عملية. لكن لو لقى واحدة مناسبة فيها كل المواصفات، لكن مش شرط في مجاله، لا انا يبقى كده. بكلمك في النوع ده، في النوع ده ده. نوع، ده نوع بيبقى هدفه الوحيد انها لازم تبقى مجاله، دي لا. فهو يحط في دماغه ان هو مثلا يعني في الشغل بيبحث عن واحده من الشغل أيوة. بحيث تكمل معاه الطريق. فده في حد ذاته مش دايما بيكون صح، لانه حصل حتى مع حد يعني، وكان محامي وتزوج محاميه علشان هم مع بعض ويكملوا مع بعض. فهي لما اتجوزته وخلفت بقت ام العيال، خلاص وسابت فكره المجال، مجالها فابتدى راح بقى هو خالص. يميل للسكرتيره بقى، لان هو أيوة. خلاص كان ده الهدف. فانا قال لها انا اتجوزتك علشان نمشي الطريق سوا، فاتفاجئت انك انت سبت الطريق وبقيتي ست بيت يعني طب تقولي هي بقت بتربي تعيط الاولاد. طب يعني، ما صحيح، طب انا هتعمل هعمل ايه؟ ايه، ما انا هتعمل ايه؟ اولادي وكذا وكذا. صحيح. فابتدى يهملها ويميل للسكرتيره برضو اللي هي في نفس المجال، يبقى ده كان هدفه من البدايه ومركز عليه. ايوه، فاهمه فهمت قصد قصدي؟ حضرتك. تمام. طيب لكن بقى الاسباب اللي احنا بقى بنقول له الصح ايه؟ مفيش مانع تفكر في كل ده، ولا في بطلان اساسا في التفكير بالطريقه دي. لكن بعد اذنك اختار مع كل ده التوافق، اختار المشاعر، اختار ذات الدين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولكن بعد اذنكم سامحوني، يعني اختار ذات الدين، ما بقاش انا فاسق واختار ذات الدين. وخلي بالك لما هنتكلم بكره هي كمان، ما انت انت هتفوقي يعني. النهارده هو راجل مثلا يعني بيشرب خمر، وبيختار ذات الدين لمزاجه علشان هو يضمن انها تكون صالحه. انت بكره بقى هتبقي انت الصالحه، فجاي لك بتاع الخمر وافقه عليه ليه؟ دي بقى قضيه دي تانية. قصه تانية. لكن تمام. هو بيفكر في الصالح. وتاني بنؤكد على جزئيه تانية مهمه جدا، الصالح ممكن لا يصلح ليه، صالح في حد ذاته يعني، هو بيختارها صالحه لكن هي لا تصلح له. فانا هشوفها من مبدا صالحه ولا لا. لو انت مثلا عايزها بحجاب لقيتها محجبه، لكن ممكن ما تصلحش لك. في كتير جدا من المتدينين، وده في مجالي شويه بشوفه يعني، بتبقى عايزها حافظه القران، وممكن يبقى بيروح رسمي ويقول لها حافظه كام جزء، وهي تقول له حافظ كام جزء. طب يا جماعه مال اجزاء القران بالتوافق في المعاملات؟ معلش وانا اقطع حضرتك، التليفونات كتير جدا، اتفضلي. فممكن ناخد مكالمه؟ معلش. طبعا اتفضلي. اهلا وسهلا استاذه رجاء. ايوه، ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه حضرتك طيبين. وحضرتك طيب. حضرتك طيب، اتفضلي الدكتور معاكي، حضرتك اتفضلي سؤالك. طيب انا عندي سؤال. انا دلوقتي دايما، انا متجوزه بقالي 6 سنين، بس هو دايما في خلافات مع زوجي، بس انا دايما لما بسمع كلمه منه الكلمه دي دايما بتاثر فيا، فبتخليني مش دايما متعصبه عليهم، متعصبه على الاولاد دايما، يعني ممكن تاخد معايا اسبوع شهر كده اقعد يعني كلمه ايه؟ اكتئاب، كلمه ايه؟ اعيط، كلمة منه، اتعصب على كلمة الاولاد. احباط يعني؟ كلمة نوعها ايه دكتورة بتسألك حبيبتي؟ يعني هو مش بيزعب، بس اي كلمة كده، مثلا نقد يعني؟ نقد. انتي فاشلة، انتي مثلا، انتي مش مناسبة ليا، انا ندمان ان اخترتك. الو، سامعاني حبيبتي؟ ايوه وصلت. الو. طب خلاص تمام، شكرا ليكي. اسمعي ده بقى بالتلفزيون، اتفضلي حبيبتي، اتفضلي. دي هترجع على طول لايه؟
لحلقه الثقه بالنفس. كنت لسه اقول لحضرتك لان احنا قلنا ان ممكن اللي يحطم الثقه بالنفس حتى لو الاهل ربوها صح على ثقه بالنفس ويجي الزوج يحطم ده وما تسمعيش لاي كلمه سلبيه تتقال فتسمعها، تسمع الحلقه احسن. ده الرد عليها. الرد عليها ايه؟ انها تسمع الحلقه. تسمع الحلقه تسمع. طيب خلاص حضرتك ممكن تشوفي حلقه الثقه بالنفس على اليوتيوب، تابعيها كده تاني وان شاء الله توصلي الاجابه لسؤالك. كان في اميره بس الاتصال قطع. تمام. طب ايه رايك نطلع فاصل؟ تمام. ونرجع نكمل. طب اتفضل حضرتك فاصل ونرجع تاني. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اهلا بيكم مره تانية ولسه مكملين مع الدكتوره جيهان حسين. بقول لحضرتك يا دكتوره دلوقتي بالنسبه للشاب نفسه، هل الشاب نفسه اللي بيبحث عن زوجه ده لازم يكون هو اصلا مهيئ؟ مهيئ طبعا. يعني مهيئ بايه بقى بالظبط؟ بحاجات كتير. اولا احنا قلنا رقم واحد الاستطاعه. خلاص دي الاستطاعه. طيب الحاجه الثانيه التهيئه النفسيه. طبعا التهيئه النفسيه دي مهمه جدا. لو متربي بقى على انه يكون راجل مسؤول دي قصه بقى تانية، غير انه يكون لسه كان بيبي وفجاه يلا عايزين نجوزه عشان نخلص منه يعني. طب ولو كان بيبي ولسه وهنجوزه نعمل يبقى ايه؟ يبقى ده ظلم لبنات الناس. حقيقه يعني ما تبقاش ام مدلعه ابنها ويا دوب طالع مثلا من ثانوي ويا دوب دخل كليه ففرحان وابتدي او حب واحده زميلته، وده بيحصل كتير. ولا هيئ نفسه ولا فاهم يعني ايه مسؤوليه بيت. ويبتدي يقول لك انا عايز اتجوز. دي بتبقى غلطه الاهل بقى ولا غلطته هو؟ ولا هي غلطه طبعا من التربيه في البدايه. لكن معنى كده نقول له ما تتجوزش، هنقول له ما انت افرضي هو عايز يعف نفسه. ما هيتجوز ويطلق يا دكتور. ما هو بصي الموضوع بقى هنا بيبقى ايه، ليه اسباب كتير وليه جوانب كتير. اول حاجه ان هو ممكن يكون عايز يعف نفسه، واحنا لو قلنا له ما تتجوزش يبقى هنقول له امشي غلط. تمام. ودي مساله خطيره الصراحه. تمام. لكن احنا المفروض طبعا اولياء الامور من البدايه هيهيئوا ابنهم للمسؤولية. يعني اللي انا بربي راجل غير ما بربي بنت. انا بربي بنت مثلا باجي عند مرحلة معينة بعلمها ازاي تبقى تنظم بيتها، تنظم مصروف بيتها، تنظم الاكل الشرب، ازاي لو بتشتغل وبتدرس توفق مواعيدها. بدي انا نصايح كأم، نصايح اللي بتمشي بيها كأم او تمام. كزوجة. تمام. لكن انا لو هربي راجل راجل حتى بصي يعني راجل مش ولد. دي حاجه كبيره مش جدا مش ولد، راجل حاجه كبيره جدا اربي راجل. فتربيه الراجل المفروض تبقى من الصغر يعني من مرحله الطفوله، ان انا بفهمه يعني انت راجل، يعني ايه اختك في البيت ويعني ايه تفتحي الباب. صحيح. الثوابت يعني. صحيح. انا عندي راجل. لا يا حبيبي روح افتح الباب. أيه. ما ينفعش اختك تنزل لوحدها، ما ينفعش. أيه. كذا. أيه. هنا انا ببتدي اكون عنده شخصيه اوتوماتيك على فكره تطلع من غير ما هو قاعد يحفظ. هو مش بيحفظ، هتلاقيه بيتصرف تلقائي بعد كده. ايوه، هيكتسبها من التصرفات دي. هيكتسبها اوتوماتيك وهتلاقيه بيتصرف تلقائي ويبتدي يشعر بالمسؤوليه. تبتدي تدي له فلوس وتقول له ما اقولش حتى لاخواته لو كان هو اصغر واحد ما اقولهمش ده الصغير.
لا لا مفيش ان هو صغير، لا لا مفيش يعني كلام ده. الراجل بالذات ما يترباش، لا الراجل ما يترباش على كده خالص. أيوة. ما يترب... بس برضو ما يترباش على انه يكون مسيطر على الاخوات الكبار، عشان أيوة. دي برضو في ناس بتعمل كده يعني. أيوة. تقولك ده راجل وتلاقيه هو اللي يعني بنات اخواته اكبر أيوة. منه بسنوات أوه. وتلاقيه بيتعالى عليهم او ما بيحترمهمش. المواضيع دي مهمه جدا. ايوه صح، هي مساله التوازن يعني. ايوه لكن انا ببتدي اربيه وهيئه على فكره ان هو راجل مسؤول، حتى من هو صغير ببتدي اديله فلوس يروح هو مثلا يحاسب البواب، او هو مثلا يحاسب المش عارف ايه، هو اعلمه المسؤوليه طبعا. ايوه ولازم غير مباشره، ده بطريقه غير احنا مباشرة. دخلنا في درس التربيه، دخلنا في انا عشان كده بقول لك الموضوع له اسس. طيب بعد كده بقى لما نيجي يكون هيتزوج، الاصل بقى يعني اللي المفروض اللي يتكلم معاه الاب اكتر، لانه الاب راجل المفروض مش هيخجل منه. لا مش قصدي على الخجل، انا قصدي عموما ان هو انا راجل فانا فاهم شعور الراجل، فاهم متطلبات الرجوله، فاهم احاسيس معينه. بخلاف الام، ممكن الام برضو تتدخل في نصيحته، لكن الام نصيحتها هتكون من وجهه نظر نظره نسائيه، اللي هو انا شايفه كان ايه العيب اللي في جوزي، فانا مش عايزه ابني يعمله مع مراته لو انا حد كويس. جميل يسمع لبابا ويسمع لماما عشان يبقى بيلف الزوايا زي ما احنا قلنا، وبيشوف الموضوع من اتجاه المرأة ومن اتجاه الرجل. تمام. لكن نصايح الرجولة والحاجات دي كلها المفروض تكون من الأب. طبعا الأب ممكن يكون مش موجود، أو الأب أصلا سلبي، فهنا نصيحته هتكون ما قد تكون معدومة يعني، أو ملهاش قيمة. فهنا بنبتدي نشوف بقى إيه حاجات كتير يعني، مقومات كتير. بعدين خلي بالك العامل النفسي والنشأة والتربية اللي هو اتربى فيها في البيت أساسا هتكون حاجة عنده من الاتنين، يا إما إنه يطلع نفس النسخة، يا إما يطلع نسخة عكسية رافض اللي بيحصل في البيت. أيوه أيوه. يعني طيب. لو لقى مثلا بابا شخصيته ضعيف فهو يحاول يبقى قوي احيانا كده، واحيانا يطلع احيانا بيمشي نفس الاتجاه فهي دي القضيه. ايوه تمام. فاحنا المفروض دوري انا كأم او كأب، ابني جاي يقول لي انا عايزه اتزوج، ابتدي اتكلم معاه. عايز تتجوز ليه؟ هتعمل ايه؟ هتصرف منين لو ما كانش اشتغل؟ حتى لو بابا غني طب هتصرف منين على البيت؟ لا ما انتوا موجودين، ما انتوا كده كده بتدوني مصروف، يبقى نبتدي نشوف الدنيا عامله ازاي. أيوة. ونشوف بقى هنا مدى احساسه بالمسؤوليه. عاده النورمال ما بيحصلش كده، النورمال للراجل حتى لو سلبي اول ما تلاقيه بيحب حتى واحده وعايز يتجوزها هو اوتوماتيك ينزل يدور على شغل. أيوة. انت تعرفي يبتدي يتحرك، في ايه وراك؟ الحب بيحركه. ايوه في ايه وراك يعني. والبنت كده اول ما تلاقيها مثلا نازله بكوتشي ومش عارف ايه كده، واول ما تلاقيها ابتدت تبقى انثى كده تعرفي ان في حب، في في حاجه كده يعني، في وراها ايه. انا غير قطع كلامك لان معانا اميره بقالها كتير. اتفضلي. معانا اميره لسه يا جماعه ولا قطع؟ قطع التاني؟ لا قطع التاني. تاني؟ معلش. اوكي. ممكن تكون هي الشبكه عندها صعب. تمام. بس فاحنا بنقول ان هو اوتوماتيك النورمال. أيوة. في مشاعر الرجوله هتتحرك اوتوماتيك. اول ما يحس انه مسؤول هيبتدي يحس انه عنده هدف قوي لانه ينزل يشتغل. لكن الاول ما بيبقاش عنده هدف قوي يعني، وخصوصا بعد ما يحقق الهدف. ما دي مشكله برضو يعني، لو هو مش متعود على المسؤوليه وجي حقق الهدف واتجوز، طب بعد الجواز هنا بقى يفضل بقى شخصيته. بصي حضرتك احنا النهارده في اسس الاختيار. أيوة. عشان بس ما نطلعش كتير لان الموضوع ده كبير جدا. كبير. طب خلاص. فانا النهارده هتكلم في اسس الاختيار، وهتكلم بكره ازاي البنت هتختاره. تمام. وبعد كده هنتكلم بقى فكره اللي حضرتك بتقوليها ان تمام. هما الاثنين اتقابلوا. ايوه مع بعض بقى ساعتها. هنحط ضوابط ايه لما نلتقي بقى ونتقابل ونتكلم مع بعض ونشوف تمام. هنأسس البيت ازاي، وتشوفي طبعه ايه وهو يشوف طبعك ايه. لكن احنا بنقول له انت هتختار ازاي. انت مثلا من اسره محافظه. بتلاقيه احيانا يعني مفاهيمه، ودي انا احب انصح بيها كل الشباب يعني، بتبقى امه مثلا ست بسيطه، ست ما بتهتمش بمظهرها قوي، من الناس اللي هي اللي بتقعد في بيتها عادي يعني. فيبقى متهيأ له ان المراه اللي هي زي الفنانين او اللي هي صوره كده، هي دي الصوره اللي هو عايزها، لان هو بيدور على صوره جميله لانه لسه صغير. أيوه. ما بيبقاش متخيل ان امه في يوم من الايام كانت برضو بتتزين وكذا وكذا يعني. أيوه. وان مش دي مقاييس الزواج ولا كلام ده، وهي ممكن تكون اللي قدامك يعني متبروزه قوي على الفرازه زي ما بيقولوا يعني. اول ما تخش البيت تشوف واحده اسوء بكتير، او زي ما بيقول لك تمطر المطره وشوف شعرها الحقيقي وشوف كل حاجه. فهي دي المشكله. فعايزين الشباب يبقى واعي. انا فوجئت بناس يعني، انا بيكلمني امهات كتير تهجنن ابني ساذج للدرجه دي، فاكرها يعني احنا ككبار نبقى فاهمين ان دي ديكور. ايوه فاهمين ده كل ده وش يعني، لكن هي هو يعني مش فاهم يعني، فيبقى كاره مثلا منظر اخواته كبنات مثلا، كاره شكل امه، ومتهيأله ان هي هتقعد له ده الحلو عروسه حلاوه 24 ساعه يعني. هو استحاله ده هيحصل يعني. احنا عايزين بس نوعي الشباب انه يعني بعد اذنك اي ست ماشيه في الشارع مهما كان جمالها
هي في النهايه تخش البيت هيبقى كانها اختك. أيوة يعني نفس هي الشكل اللي انت شايفه في البيت. أيوة مش قصدي الشكل يعني حتى الشكل. لو هتبقى منمقه ونظيفه ومنظمه بس مش بال ايوه مش مش اوفر كده. ايوه مش بالطريقه دي. أيوة هي هتبقى بالظبط اختك اللي في البيت. اختك اللي في البيت بالعكس انت كل ما هتختارها طبيعيه كل ما هتخفف من على نفسك الصدمه العاطفيه. الصدمه اللي هتشوفها الصدمه العاطفيه لانك لو خدتها على هذا الديكور ممكن تصدم من صدمه على نفسه. حاجه ثانيه برده مش عارفه اذا كان ده موضوع حلقه ولا المصاريف يعني اللي ماشيه الديكور البروزه دي مش ما عايزه برده مصاريف كتير ممكن ما تبقاش عندي مشكله في المصاريف بس دي مشكله برده. يعني في راجل غني مثلا وما عندوش مشكله انه يديها الافات عشان تروح تبقى عند كوافير على طول. ايوه بس المشكله مش في كده. المشكله ان هي نفسها لو هي ديكور بس لحد ما الجوازه تتم مش هتنفع. لو اديتها مليون جنيه مش هتروح. ايوه صحيح يعني ان هي النقط دي مش فاهمينها. يعني انا برضو بيجي لي ناس واحد يبقى تحمل زوجه 9 سنين وانجبت وكذا لانها مش نظيفه يقول لك انا بديها فلوس كتير. انا بتكلم جد يعني انا مش بقول لك كلام من خيال. انا بديها فلوس وعنديش مانع انها تجيب شغالين ينظفوا البيت وهي ما بتنظفش تجيب تدفع للكوافيرات ما بتعملش. دي اطباع بقى يعني طبعها كده يعني فاهمه قصدي. دي نقطه. نقطه تانية هو لازم انت تبقى عارف. فاكره بقى المرايه تاني طيب انا عايز ايه؟ خلاص انا عايزه اتجوز ليدي عرفناها رقم واحد. طيب اللي عايزه اتجوزها عايز يكون فيها ايه؟ طب ناخد مكالمه قبل المكالمه. ايوه اسماء اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا اسماء. لو سمحتي ممكن اسال الدكتوره سماعي؟ اتفضلي الدكتوره سماعيك يا حبيبتي. اتفضلي قطع شويه لو سمحتي. اتفضلي. ايوه حبيبتي. لا هو الصوت بيقطع معلش. متجوزه بقى لها 5 سنين تمام. لا يا ريت لو كنترول يوضح لي انا مش سامعه. طيب انا مش سامعه. طب حضرتك اتصلي بينا تاني لان احنا مش مسامعين السؤال. مش سامعه. شكرا لحضرتك. هما سمعوا لا انت سمعتوا السؤال يا جماعه؟ حد سمع؟ لا لا مش واضح. البنات اللي عملت البنات اللي عملت تتصل مش رجاله. بس فبقول لحضرتك ففكره بقى ان هو انا عايز اللي عايزه اتزوجها دي انا عايز فيها ايه؟ يعني هل انا عايز جمال؟ اوكي زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربعه ومن ضمنها الجمال. تمام جميل. ايه الجمال؟ شكل ايه؟ نسبي. ايوه يعني انا الجمال ده انت اللي محدد هو ايه نوع الجمال اللي انت عايزه. دي اوكي ما عندناش مشكله برضو في انك تحدد ده. تمام. الروح والتوافق الروحي ما بين الطرفين. هل عايزها مثقفه وعايزها تشتغل ولا عايزها تقعد في البيت وتربي الاولاد وتكون ام اولادها؟ كل واحد بقى واللي هو عايزه. ما هي لا مش قصدي انت لازم تحدد علشان لما باجي اشوف واحده عجباني قوي وفيها مثلا انا عايزه تقعد في البيت وهي بتحب الشغل فبيبتدي يقول لها اقعدي في البيت عشان هو عايزها. تبقى مشكله دي. بتقول له حاضر بس بنقوم بعد كده في مشاكل جامده جدا لان هم وافقوا كده تحت تاثير الحب والعاطفه. لكن ما فكروش في حاجات كتير وهي هتفضل جواها حب الشغل ان شاء الله مكبوت 10 سنين هتبقى عايزه ممكن تخرج للعمل مره ثانيه او تكمل تعليمها. يبقى عايز تكمل تعليمها هو يبتدي يقول لك لا انا مش عايزه تختلط او عايزها ليا لوحدي او كذا. فانت لازم تكون واضح. نصيحتي ودي عجبتني جدا من شاب الصراحه قال لي انا عايز واحده هي عايزه ما تشتغلش عشان انا ما توجعش قلبي. دي رغبتها الداخليه. هو عايز واحده رغبتها الداخليه كان ذكي جدا. قال لي انا قال لي انا مش عايز واحده توجع قلبي وتفضل تزن عليا وتقول لي شغلني خلاص انا عايز واحده ما تشتغلش وعايزه هي كده. وفعلا ربنا وفقه الواحدة كده فعلا يعني عشان صادق النيه. هو يعني هي صادق مع نفسه. صادق مع نفسه. عارف عايز ايه وكان دغري وواضح. لكن هو قال انا مقتنع ان انا لو قلت لواحده هتقول لي حاضر دلوقتي وبعد كده خلاص. ايوه الرغبه الداخليه هتبقى اقوى بكتير من الخارجيه على فكره. واحنا بنقول ده حتى في تحديد الاهداف. يعني الدافع الداخلي اقوى مليون مره من الدافع الخارجي. خليك تعملي 1000 حاجه. لو احنا كلنا دلوقتي كلنا بنزق ترابيزه ثابته في الارض مش هتتحرك. لكن لو الترابيزه دي جواها عجل هتجري لوحدها. هتجري صحيح. هو ده كده بالظبط. صحيح. طيب انا عايز اعرف بقى دلوقتي يا دكتوره هو فعلا ان الشاب يلاقي زوجه صالحه او انه يدور عليها ده بقى موضوع صعب جدا بالذات ان كمان يعني في بعض البنات ابره في كماش في بعض البنات يعني بعد نسبه كبيره للاسف اخلاقيا يعني فعلا بيخوفوا الشباب مع ان في ناس كتير يعني نسبه كبيره جدا محترمين وكويسين
وجامعيات ومتعلمات ومتدينين. انا جالي شاب استشاره يمكن مش قادره اقول لك من اللي قاله لي، انا كنت مش عارفه اقول له في ايه. انت بتقولي ايه؟ قال لي بصي انا بدي كل واحده اللي هي عايزاه، اللي عايزه الدين بكلمها في الدين، واللي عايزه يعني بجاري كل واحده، انا عارف كل واحده اريحها ازاي. طيب يعني انت كده اللي بتعمله ده صح؟ يقول لك لا انا على فكره مش بلعب بحد، انا ببقى نيتي كويسه والله، ورجعت بعد كده ما كملتش، انا اعمل لها ايه؟ ما انا برجع ازهد منها يعني. فاللي انا فهمته يعني هو نفسيا بيرتاح لما زي ما بيقولوا يوقع واحده معينه وبعد يزهد، يزهد بقى، هو مش قاصد. بيقول لك انا مش قاصد، بس هو نفسيا بيرتاح ان هو عمل كده. المشكله هنا انه البنت بتخضع بالحاجات دي وتظن ان هو ايه؟ هيتزوج وهيكمل والقصص دي كلها. وبتكمل معاه الكلام عادي. فهو قال كلمه يعني على ضوء كلام حضرتك يعني هي فين البنات الكويسه؟ يعني انا بفتكر اللي ما افتكرها كويسه وامشي معاها خلاص هكمل تعمل حاجه تبوظ لي الدنيا. تشككه لانه الجرأه بقت عاليه. التواصل عبر السوشيال ميديا وانا معلش عامله يعني حساب فيك خلاص يعني اصبح في بلاوي زرقاء بتحصل من السوشيال ميديا. اصبحت البنات جريئه قوي في الكلام. يعني مش خدشوا الحياه كسروه فتفتوه بصراحه. الدنيا بقت صعبه. طب انا عايزه روشته كده من حضرتك بما ان حضرتك دارسه وفاهمه. يعرف ازاي الشاب يعرف ازاي ان البنت دي كويسه او مش كويسه؟ بصي حضرتك الحاجات دي انا فاكره لما من كام حلقه كده قلت لي ايه؟ قلت لي ان نختبر مش عارفه مين. قلت لك انا مش انا ضد الاختبار. ضد الاختبار. لان ضد الاختبار ليه؟ لان لو قدامك واحده يعني حرفيه هتنجح. هتنجح في الاختبار. هتنجح في الغش. صحيح هتنجح في الغش. صحيح. احنا عايزين الامور تبان بشكل يعني طبيعي. تمام. وده هيرجع برضو لايه؟ راجع لان انا كراجل عايز يعني عايز حدودها الاخلاقيه ايه؟ لان برضو دي نسبيه. للاسف يعني انا ما اقدرش اقول ان انا كل واحد حسب عاداته وتقاليده اسرته بيئته اللي نشا فيها. صحيح. فهتفرق معي يعني ممكن يكون عنده ان هي بتكلم زميلها ده عادي. يعني ممكن يكون ده وجهه نظره. فخلاص يعني دي بالنسبه له مش هتبقى بالنسبه له اكس، مش هيعمل عليها اكس. لكن لو هو مثلا من اسره محافظه قوي هتلاقي ان هو بالنسبه له انها بتكلم زمايلها الرجاله ده مش عادي فهيعمل عليها اكس. فسيبها بحريه. انا دي نصيحتي وللطرفين. كل واحد يتصرف بطبيعته وشوف طبيعته عاجبك ولا لا، لان دي اللي هتعيش معاها. يعني ما تخنقش حد وما تجيش تقول له ايه ما تعملش كذا، انا ما بحبش كذا. هيروح عامل علشانك وبعد كده هيرجع يعمل اللي كان بيعمله، وحتى لو مش بيمثل. يعني هي ممكن تكون مش هتمثل او مش قصده تمثل، هي من كتر ما حبته عندها استعداد تسيب كل حاجه. اصل خلي بالك مساله قصص الحب والحاجات دي كلها بتخلي احيانا الشباب والبنات يميلوا للطرف الاخر ويعملوا حاجات بجد. يعني ما بيقوش نيتهم اضحك عليه لحد ما يتجوزني، لا مش شرط تبقى كده. هي من كتر ما هي هيمنه بالحب فعايزه ترضيه حتى لو الحاجه اللي هو بيطلبها منها هي مش عايزاها اصلا. ففي الاول بتعملها بمنتهى السعاده. وهو بيعمل كل شيء هي عايزاه بمنتهى السعاده. وعنده استعداد يتغير عشانها وهي عندها استعداد تتغير عشانه. وده بيكون حقيقي. لكن المشكله ان ليه ما بيحصلش التغيير؟ لانه بعد كده لما بيلتقوا بيصدموا بحاجات ثانيه في الواقع. يبتدوا بقى اولا بص بقى الشيطان هيتدخل بعد كده. لا ده هو متدخل قبل وبعد. ايوه هو بيزين قبل الجواز ويشوه بعد الزواج. ايوه ما هو دوره قبل الزواج انه دخلك في الحرام وتعملي علاقه محرمه وتمشي. يعني بيسهل لنا الصعب الاول يسهل بقى ويحلي ويخلي الدنيا زي الفل. ايوه بعد الزواج بقى يبتدي يقلب الموضوع. تبتدي تشوفها بقى حتى الصفه اللي كانت عاجباك ومتجوزه عشان انا بموت في الصفه دي. لا مش راحت دي موجوده ومش عاجباني. يا نهار ابيض. ايوه الشيطان يقلبها يعني يخليك يقول لك ده دمها تقيله انا مش عارف اتجوزتها ازاي. طب يعني سبحان الله يعني ده دور الشيطان. فانا المفروض ان انا اسد على الشيطان ابوابه. والحقيقه انا وجدت كل الطاقه لله فعلا قبل الزواج في انه يتزوج ويدخل البيوت من ابوابها. ويدخل دخله صح ويستخير وما يفكرش يمشي معاها ولا يقول لك هختبرها، لانهم مش هتختبرها مش بشطارتك ومش بعقلك. مش بعقلك، بتوفيق الله والله العظيم. صحيح. فانت لو مشيت صح قبل الزواج وكانت نيتك طيبه ودخلت البيوت من ابوابها من غير ما اتكلم ولا اختبر ولا انسب لعقلي ولا انسب لها، انسبها لله سبحانه وتعالى. وابتدي ادخل البيت من بابه مع الاستخاره مع حسن النيه. الامور بتتسهل.
بتسهل وتبان لك امور وتلاقي ربنا بارك بعد الزواج. يبقى احنا قفلنا على الباب، باب سدينا باب الشيطان في قبل الزواج، بعد الزواج مش هتسده قوي، لانه الشيطان هو ده هدفه الاعظم، ان هو التفريق بين الزوجين، يعني ده الهدف الاعظم. بس هنبقى بدأنا بدايه سليمه. هو لو احنا بعد كده بقى هنكمل بعد كده في موضوع الزواج ده، لو بعد كده احنا عايشين على مراد الله هنسد باب الشيطان. صحيح. بس اقصد احنا مطالبين طول حياتنا كلنا نسد باب الشيطان في كل شيء. يعني انا دايما اقول ايه، نصيحه عامه كده، الشيطان بيرمي لك بكره خيط، لو مسكت طرفها هتكر البكره. همشي ورا الخيط للاخر. ما تمسكهاش. احنا لازم بقى نسد باب الشيطان فعلا، نقف عند الحته دي ونرجع تاني. طب نطلع فاصل ونرجع تاني، اتفضل حضرتك. انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجه. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجه، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتوره جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطه. يا سلام، ببساطه كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متاكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الاكاديميه الدوليه لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. بيكم مرة تانية، ولسه منورانا الدكتورة جيهان حسين. طب يا دكتور، يعني دلوقتي أنا عايز أعرف برضو الأسس اللي الشاب يختار عليها، يختار على أساسها الزوجة. يختار على أساس إيه؟ يعني مثلا مستوى تعليمه، مستوى سكنه. حلو. يختار على أساس إيه؟ طيب في برضو نقطة مهمة عايز أقولها، ودي من القواعد العامة. تمام. إنه أساسا ما فيش قاعدة في الزواج. يعني مفيش ثوابت. مفيش ثوابت، يعني مفيش قاعده. بمعنى انه يعني في ناس عرفوا بعض مثلا في اسبوع وتزوجوا، والزواج كان ناجح جدا. وفي ناس درسوا بعض كويس جدا سنه واثنين وثلاثه، وبعدين كان افشل زواجه. وفي ناس كتير جدا اختارت على اساس الشهاده والمركز والعيله وفشلت. وفشل. تمام. طيب الموضوع راجع لايه؟ احنا فاكره لما اتكلمنا عن البيئه؟ ايوه. انا شايفه ان البيئه هي المحوريه، التكافؤ البيئي. التكافؤ البيئي. تمام. مش اجتماعي، يعني انت ممكن انا دايما اقولها، ممكن تاخدي طبيب مثلا يتزوج زميله في الكليه معاه طبيبه، لكن البيئه تكون مختلفه. انا بيتهيألي ده سبب كل يعني حالات الطلاق. والله موضوع ان هو بيئات مختلفه. هقول لك حاجه، دايما المثال ده اقوله. ايوه. مش ساعات بتلاقي اتنين دكاتره مثلا متجوزين وبعد كده هو بيسيبها ويتزوج الخادمه؟ تحصل. ليه؟ ويرتاح مع الخادمه، يعني هو يستمر يرتاح مع الخادمه جدا. ليه؟ لان ممكن يكون هو مثلا كانت نشاته وبيئته الاساسيه مثلا يعني من الصعايده والفلاحين، ان هم الناس اللي عندهم الراجل راجل والست لازم تحس بيه وتقول له يا سيدي، فشعر برجولته معاها مثلا. هو البازل بقى اديته الحته الناقصه. اديته الحته الناقصه. ايوه. هو كان الاول هو دخل طب، يعني هو كان جواه صعيدي اصيل. ايوه. جواه احترامي والله لكل دول، ده بالعكس، يعني مش بنسيء لحد. جواه صعيدي صعيدي اصيل، وعايز زوجته دي تبقى عارفه قيمته وتقول له حاضر. ويا سيدي والكلام ده كله.
فاللي حصل ان هو دخل كليه مرموقه، وبعدين في الكليه قابل بنت كويسه ومؤدبه وكذا، بس هي من عيله ارستقراطيه جدا، ما عندهاش فكره تعظيم الرجل لهذا القدر يعني. فبيبتدوا يتزوجوا ويحبوا بعض، وهي تحب رجولته والكلام ده كله، ويحصل يتزوجوا سنين، بس يبتدي يحصل صدام. اولا هي ممكن تكون متعاليه من غير ما تشعر، هي من عيله من مركز، فغصب عنها طبيعتها، طبيعه حياتها كده، طبيعتها على فكره ممكن تكون طيبه جدا. بس هو هو يفهمها متعاليه، مستواها الاجتماعي مخليها كده، هو فاهمها بطريقه ثانيه، هو فاهمها بطريقه ثانيه، هو شايفها من باب التعالي انها متعاليه، علشان هو حاسس ان هي اعلى منه مركز وعيله وحسب ونسب والكلام ده كله. فيفضل الشعور ده عامل بينهم مسافه عاليه جدا، والمسافه والفجوه تفضل توسع توسع توسع، لحد ما تيجي الخادمه تقول له يا سيدي، هو ما كانش عايز غير كده بقى يفرح خلاص. فعشان كده لما يعني لما بنلحق المواضيع دي وتجيلي زوجه مثلا في مشكله قبل قبل بقى ما نستنى كل ما تتطور المراحل دي كلها، بنبتدي اقول لها مش هتخسري حاجه يا سيدي، مش هتخسرك حاجه يعني، لو هي هتريح وتكسب حاجه وبتحبي. ما المشكله انها ممكن ما بتكونش فاهمه. لا انا اقصد حتى لما بتفهم، في واحده تقول لك انا ما اقبلش اقول كده يعني، هي ممكن تبقى عندها حته تعظيم كده. فهي القضيه هنا عندي في الليونه، ان انا اشوف هو عايز ايه واريح، ولو أو هو يشوف هو عايز ايه من الاول. لسه كنت هقول لك هما الاثنين، بس هي الفكره في ايه؟ انه لازم يكون عندنا رغبه نكمل مع بعض. انا دلوقتي ايناس عايزه اكمل معاكي البرنامج. يا انا حباكي وعايزه اكمل، يا انا هقفل واتربس واقول لا هي تعمل اللي انا عايزاه، وهي تقول لا هي المفروض انا اللي ادير الامر. فهنصطدم. يبقى في ليونه للي عايز يكمل. لابد من ليونه، ولابد ان احنا ايه نريح مع بعض، خصوصا ده زواج يعني. مش حاجه عادية. معلش معانا مكالمه. الو، ايوه اهلا استاذه اماني. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. لو سمحتي ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ اتفضلي حبيبتي الدكتوره معاكي. كنت عايزه اسال ايه الحكم يعني لو الزوج لا يستطيع بدنيا وحدث الزواج بالفعل؟ الزوج ايه لا يستطيع الزواج بدنيا وحدث الزواج بالفعل، قصدها في العلاقه يعني الخاصه؟ لا يستطيع من جميع زوجته، ولكن حدث الزواج وهي تريد ان تكمل الزواج يعني الاناء مع اطفال. طب امال سؤال حضرتك بدنيا عن ايه؟ طيب سؤالك ايه؟ طيب عايز اسال الدكتوره يعني اكمل ازاي؟ ايه اللي يخليني اصبر؟ تصبر؟ ايه اللي يخليكي ايه اللي يخليكي تصبري؟ تكمل ازاي وايه اللي يخليها تصبر؟ يعني تمام يا حبيبتي. يعني هو تسالي إيه عن حاجه تاني؟ اللي انا فهمته ان هي قصدها العلاقه الخاصه بينهم، اللي هو قصدها العلاقه الخاصه بينهم ان هي وفي اسمعينا من جابت اولاد وهي عايزه تكمل، وهي عايزه تكمل، وهي عايزه تكمل. بصي هي كويس، هي قالت انا عايزه اكمل. هنا دي واحده باصه في المرايه وعارفه هي عايزه ايه. تمام. بس هي عندها مشاعر وعندها رغبه تحق لها شرعا اصلا انها يعني تنفصل، لكن هي عايزه تكبت هذه المشاعر. فاحنا بنقول لها عليكي بالصوم. لانه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء، لانه بيقوي المناعه جدا. فانت عليكي بالصوم والاستعانه بالله. ده لو هي قادره تستمر بال يعني سنوات بقى كده، دي حاجه راجعه لمدى العلاقه تحملها، مدى تحملها لمدى تحملها. ولو هي حابه تفصيله اكتر او توضيح اكتر، ممكن بقى في استشاره خاصه يعني علشان اقدر اتكلم معاها. تمام. انها تتواصل مع الاداره يعني. تمام. على الارقام اللي بتظهر على الشاشه بقى هيك ممكن تتواصلي عليها. الارقام الاكاديميه. تمام. طيب يعني دلوقتي لازم هو يكون هو نفسه عارف هو عايز ايه. طبعا. نرجع لموضوعنا. طبعا. عارف عايز ايه، ياخد باله من الحاجات الصغيره دي اللي هي مساله البيئه. لازم اعرف هي انا عايزها مثقفه ولا ما عنديش مشكله انها تكون مثقفه. انا عندي نقص. ده دلوقتي دكتوره بيبقى مش محجبه ويروح يقول لها اتحجبي. ايوه. بتبقى محجبه يقول لها انا عايزك مش محجبه، يعني بنفوجئ بحاجات، انا بسمع حاجات كده. ايوه. وده بيحصل ده واحد مش محدد هدفه اساسا. لا لا مش حاجات مش محدد هدفه يعني، هو محدد هدفه بس. أيوة. هو بيتنازل عن هدفه عشان عجبته. لا هو مش طب ما هو كده ما هو غلط، ما هو كده يعني هو محدد هدفه ان عايزها محجبه، فبيلاقي واحده مش محجبه. أيوة. فهو عشان محدد الهدف وهي عاجباه بيبتدي يقول احجبها. أيوة. فاحنا قلنا هي هتوافق علشانه، بمجرد ما يتخانقوا هتقلع الحجاب. يبقى هي دي مش دي القضيه يعني، يبقى دي مشكلتها هي. قصدك تقولي ان هي مشكلته هيعاني، هيعاني لان هي مش هتبقى لابسه الحاجه بحب ولا عايزاها. ولا هي عايزاها. يبقى هنبتدي نتخانق بقى فكره هو فرد ولا مش فرد. أيوة. وندخل في قصه كبيره جدا، واختلفنا في العقيده. أيوة. اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ايوه طيب فاهم قصدي؟ في سؤال؟ معلش مكالمه. اتفضل اتفضل. ايوه السلام عليكم. عبد الرحمن اهلا وسهلا. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الاستاذه؟ ايوه اتفضلي حبيبتي الدكتوره معاكي. الدكتورة، يا دكتورة لو سمحتي، هو أنا كنت متجوزة يعني ومعايا ولدين،
تمام. وبعدين حصل انفصال، بس هو مش راضي يتطلق وكده يعني، بس هو اتجوز وخلف بنتين ومش راضي يديني حاجتي خالص. بس المشكلة في العيال، هما كده معايا بس هو مش سايبهم برضو، عمال كل شوية عايز يشوفهم، عايز ياخدهم هنا، ياخدهم مني. وأنا خايفة على نفسية العيال. فمش نخليها الحلقه للمشكلات. طيب نعملها للمشكلات. طب حلقه مخصوصه للمشكلات. حضرتك اسمعينا من التلفزيون. اتفضلي، شكرا للاتصال. بصي هقول لحضرتك بس الموضوع كبير ومنتشر برضو. فخليها حلقه نتكلم فيها عن المشكلات، مشكلات الزوجيه. في برضو جاي لي اسئله كتير قوي على الصفحه. وانا كمان كلها. انا كمان جالي كتير جدا اسئله على المشكلات. ايوه تمام. طيب نجمعها ان شاء الله. تمام. طيب يا دكتور، هو عمال يقول سؤال الحلقه سؤال الحلقه. طيب اوكي. طيب بالنسبه لسؤال الحلقه، من من امهات المؤمنين التي روت اكثر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفصه بنت عمر بن الخطاب، عائشه بنت ابي بكر، ماريا القبطيه. بنفكركم 30 اجابه صحيحه مع الاسم ثلاثي والايميل ورقم التليفون. والاجابات تكون بعد اذنكم اجابات فقط، رقم الاجابه فقط بس. وشكرا. احنا اللي شكرا، احنا اللي الف شكرا. الله يخليك. يلا متشكرين لحضرتك جدا. شكرا جدا، نورتينا. لا ان شاء الله بكره ما تنسوش ميعادنا الساعه 2 والاعاده الساعه 3 فجرا، وبرنامج المرايه هستناكم بكره باذن الله. السلام عليكم.